اللهم صل على سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam Oh,
من مقلة بدمي أمها تأتي ريح من تلقاء كظيمتي وأغمى البرح في والماء من بيضمي وما لي عينك عين قلت كفو فهمتا وما لي قلبك عين قلت استفق يا هيني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غال بالخلق كله الباني والعالمين وكيف تنكر حبا بعد ما شهدا به عليك عدول دمعي والسقمي مولاه يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير وأثبت الوجد خاطي عبرة ومنا مثل البحار على خديك والعالم نعم صراطي فما أغضى فأرقني والحب يعترض مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خال بالخلق كل ذي عدتك هلي لا سري بي مستدري عرب شاي ولا الشيب أبعد في نسح عامدتها في مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنا أمرتي بسوء ما تعلمت من جهلها بنذيري شيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل إرامي فينا
فاطمة هو يا فاطمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الهوى حاضر أن توليه إن الهوى متغى يصفي أو يزلي ورائها وغيابي أرمالي سائمة وإنه يستحلق المرعى فلا تصيبي كم حسنت لذاتا للمرء قاتلة من حيث لم تدري أن السم في بسمي مولاي صلي بسا من دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى أنت سائفاني جوعي من شباعي فربما خمصتي شر من التهابي واستفرغي دمع من عين نقاد امتلأت من المحارم ما حمية ندبي وخالف النفس شيطان وقصيهما وإنهما محظى فلنسغى فتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف بين الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به حسنا لذي عقومي أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزوج تقابل الموت كفيلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ظلمت سنة من حيا ولا ما إلى أني اشتقت قدما غرورا بالأرض شد من سراب أحشى هو طوى تحت الحجارة تشحم مترف الآدم يا مرورة ما لولاه لم تكن
كلهم من رسول الله ملتمسون وارفع من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند عهدهم من نبضة القلب أو من شكلة الحكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كما دعته النصارى في نبيهم وحد بما شئت مرهم فيه وحدتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا عاشعتا من عظمي أنفعنا فضل رسول الله ليس له حد فيعيب عن هنا قيق بفمي لو نسب قدره آياته عظما أحيى اسمه نوحين يوم عداري سر بمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق الخلق كلهم لم يمتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلا نرتب ما لم نهم عي البار فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة تمرتك للطرف من أمامي جل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم إنه شمس فضل كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الزهري في طرف والي
بدري في شرفي والبحري في كرمي والدهر بالخلق كلهم
أخبار الأقوى ما كاهنه بأن دينه المعبد زالا يقضي وبعدا عين في الأفق من شهب مقرات وفقا ما في الأرض من صنم حتى غاب عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثراب هزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصام راحت الأرض مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا الموسى به من أحشاء منتقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إنما سطرت سطرا لما كتب فروعها من بديع الحق باللقب للغمامة أن سارا سائرة تبيه حرب طيسم الهاجر حبيب سمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حاب الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم تنسج ولم تحمي لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غاية الله أغنت عن ضعفتي من دروعي وعاد علي من الوطن ولا نبي على
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبرأت وصيبا باللمس راحت قدرا غير منتظمين فما تتعب العام للماضي إلى ما فيه من كرم أخلاقي وشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن برمي ضاقت لديك ففاقت كل معجزتي من النبيين إذ جاءت ولم تدمي روحك بات فما تبقين من شفحي لذي شقاق وما تبغين من حكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت قط إلا أعدى من حربي أعدى العادي إليها كل السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجامع عن الحرم مرحبا عن كموج البحر في مددي وفوق جوهره بالحسن والقيم فما ترعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بها عين قارها فقول له لقد بصير قبي حافل الله فالتصبيبي إن تتلها خيفة من حر نار لما أطفلت حال لما من بردها
شبيبك أنها الحوض تار يظل وجوه به من العصاة وقد جاءه قال حبابي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كصراطي وكال ميزان ما مولاي صل وسلم دائما أبدا
الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شغلا لمستبقي من الذنوب ولا برقى لبستاني فيها فلت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع للمفرد العالمي كيما تفوز بواسط حي مستتير عن العيون مسير من اي مقتتل مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خالق الخلق كلهم فحزت كل فخار غير مشترك فحزت كل مقام من غير مستحب ما جل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا من شرى الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسلكم يا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب الغدا أنباء بعثته كنبت جفلا غفلا من القدم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حاكوا بالقناة رحما على ظلم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت اعتباري وروحاني تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي للأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما دين ضيف هل ساعدهم من كل غرب إلى لحم العدا فريم يجر بحر خميس فوق سابحتي يرضي بموت فينا أبطال الملتقين من كل منتدب لله معتسب يصدو بمستصيل للكفر مصطلين حتى عودت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حاد للخلق كلهم من كل منتدب لله محتسب يصبو بمستأصيل من بعد غربتها
حبيبي مقبولة أبدا منه في خير أب وخير فعل فلا بيتا ولا بتأمي نوم الجبال فصل عنهم مصادمهم ما دار منهم في كل مقتدم سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خان بالخلق كلهم وسل حنين وسل بدر وسل أحدى وسل أحد في الأرض أدهى من الوهم المستير بمحمر بعد ما وردت من العيدة كل مسود من الأمم والكاتب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاكي سلاح لهم سيما تميزه والبرد يمتاز بالسيما عن السلم تهدي اليك رياح النصر تشرهم فتحسب الزهر في الاكمام كل كمين الحزم لا من شدة الحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طهرت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البغض والوهم ما منتكم برسول الله نصرته إن تلقاه الحزن في أعجامها تجمي به ما لا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احل امته في حرز ملته كالليث حل مع الاشبال في اجم كم جدلت كلمة أحلى أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في عجم خاتمته بمدي حين استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل ثاني ما تخشى عواقبه كأنني بهما أطعت غي سبان
تجارتها لم تشتري دين أبي دنيا ولم تسومي يوم يبيع عجيلا منه بعجيله يبيع له الغبن في بيع ما في سلامي آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا عدلي بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنا لذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم لم يكن في معهدي أخي ذنب يدي فضل الله إلا فقل يا زلة تلقى دمي عاشاه أن يحرم عجيما كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحياة ينبت أزهار തങ്ങളെ കണ്ടവരുടെ അറിയില്ല. നേരത്തെ ജിബ്രീൽ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ആരും കണ്ടില്ല. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടവരുണ്ടായേക്കാം അല്ലേ, മിണ്ടൂല. ചിലവര് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മളങ്ങ് സ്വലാത്ത് തുടങ്ങിയാൽ കണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ ചിലപ്പോ വഫാത്തിന്റെ നേരത്തെ കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്, അധ്വാനിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോ പ്രതിഫലം കിട്ടും, ചിലപ്പോ ആഹൃത്തുനിന്ന് കിട്ടും. അധ്വാനിക്കാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കും, കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ പണിക്ക് പോകില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ അടുത്തന്നെ മംഗലത്താരനെ അത് ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണം തരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണം തരും റെഡിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ പണിയെടുക്കണം. ഒരു വലിയ മഹാനാണ്. വലിയൊരു യാത്രക്ക് പോകും, എന്തിന്? ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യം പോവാണ്. അന്നേ ഉണ്ട് ഈ യാത്ര. അങ്ങനെ പോകുന്ന പോകുമ്പോ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ, അഥവാ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയും വരാൻ. ഓറ് പോയി, പോയിട്ട് വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും കട്ടണം. അപ്പൊ വന്നിരായ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ വീണ്ടും പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ, നിങ്ങൾ പോയില്ലേ,
ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. അതെന്താ കാര്യം? ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു പക്ഷി, കണ്ണാണത്ത അന്ധതള്ള ഒരു പക്ഷി.